سيبقى العالم مليئا بالأسرار التي مهما ظن البشر أنهم عرفوها سيظلون كمن يحاول قبض الريح. فالعالم والكون لديه دائما الكثير من الأسرار التي سيظل البشر يتعرفون على جزء بسيط منها مهما زادت التكنولوجيا والتقدم. اليوم سنعرض لكم بعض الاكتشافات التي توصل إليها البشر في السنوات الأخيرة، لذا تابع الفيديو إلى النهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. عمود كاتسكي الاستثنائي. انتشرت صورة لكنيسة وصفتها بأعجوبة يبلغ عمرها أكثر من 1000 عام ومبنية فوق صخرة مرتفعة بأربعين مترا في جمهورية جورجيا، ولا أحد يعلم حتى الآن من بنى هذه الكنيسة. ويقال أنه قبل القرن التاسع أو ربما العاشر على الأكثر، مجموعة من الأفراد اعتزلوا فيها العالم وبنوا هذه الكنيسة. أما من كانوا وكيف بنوها ولماذا، فإن أحدا لا يملك الجواب للآن. تقع الكنيسة فوق ما يعرف باسم عمود كاتسكي، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 40 مترا، مكون من الصخر الطبيعي الكلسي، وهو مكان يصعب الوصول إليه لأنه لا توجد قطارات في هذه المنطقة، والطريقة الوحيدة لتصل إليه بسيارات أو حافلات. وإلى جانب الكنيسة المعزولة على قمة العمود، هناك دير وكنيسة عند قاعدته، وتضم الكنيسة المعزولة حجرة دفن وثلاث حجرات للنساك وقبوة للنبيذ. وللوصول إلى الكنيسة المعزولة يتم تسلق سلم معدني رفيع يتطلب تسلقه 20 دقيقة كاملة في رحلة تعد بمثابة رحلة حج يومية، ولا يسمح لأي شخص غير الرهبان أن يتسلق العمود، ولا يسمح للنساء حتى الآن بالصعود إلى قمة العمود. سكيلج مايكل ماونتن. تقع الجزيرة الصخرية قبالة الساحل الغربي لأيرلندا، وهي واحدة من الوجهات السياحية الخطرة في العالم. يعد الوصول إلى موقعها من التحديات الصعبة، فيتعين على السياح ركوب قارب لمدة ساعة عبر المياه غير المتزنة، وفي الكثير من الحالات لا يمكن للقوارب حتى أن ترسو بسبب ارتفاع المد والجزر. أصبحت الحكومة حذرة بسبب سقوط الصخور والظروف الجوية القاسية وقضايا السلامة في هذه الجزيرة، ولذلك يتم منح 4 تراخيص للقوارب فقط كل عام، ويحصل عدد محدود من السياح على فرصة زيارتها. يضم الطريق مجموعة الوجهات والتجارب الأكثر شهرة في العالم للعام المقبل، ويسهم دليل السياحة السنوي الأفضل مبيعا والصادر عن واحدة من منظمات السفر الرائدة في العالم في تسليط الضوء على أهم 10 بلدان ومدن ومناطق ووجهات سياحية في العالم، والتي ينصح خبراء لونلي بلانيت السياح بزيارتها خلال عام 2017. يعد سكيلج رينج طريقا ساحليا يتصل بالطريق الشهير رينج أوف كيري على الطريق الأطلسي البري، وتم إدراجه في دليل لونلي بلانيت كأحد أهم المناطق الجديرة بالزيارة لعام 2017، بوصفها الطريق الساحلية البرية الأكثر سحرا في أيرلندا. هذا وقد تم اختيار سكيلج مايكل، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، والتي توصف بأنها كتلة صخرية ضخمة نائية تلطمها أمواج المحيط الأطلسي، لتبرز فوق مياهه كمثلث عملاق، لتكون في قائمة مواقع تصوير فيلم حرب النجوم الجديد، كما يصفها الدليل بالقول مع ظهورها في نهاية فيلم حرب النجوم ستلعب سكيلج مايكل دورا أكثر أهمية في إصدار هذا العام، وتستعد الشركات المحلية للارتفاع المتوقع في عدد زوار المنطقة. تحتل سكيلج المرتبة 10 في أفضل 10 مناطق جديرة بالزيارة في عام 2017، إلى جانب تاراناكي في نيوزيلندا وجزر الأزور في البرتغال وأيسن في تشيلي وتواموتو في بولينيزيا الفرنسية وكوستا جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تتصدر شوكويراو في البيرو القائمة في المركز الأول.
يمضي الكتاب والخبراء هناك الكثير من الوقت في زيارة جميع بقاع العالم، ويقدمون سنويا تقاريرهم عن أفضل الأماكن الجديرة بالزيارة ليزودوا السياح بأفضل التجارب الممكنة. يجري في الوجهات المنتقات حدث استثنائي في العام المقبل، أو تشهد حدثا جديدا يدور حوله الكثير من الأحداث، وذلك لمنح السياح عوامل جذب جديدة لرؤيتها أو القيام بزيارتها، أو حتى الوجهات التي يعتقد فريق لونلي بلانيت أنها مغمورة وتستحق اهتمام السياح. كنيسة ياماتا جو. كنيسة أبونا ياماتا جو الإثيوبية المنحوتة من الحجر الرملي من أكثر الكنائس غرابة وإثارة للدهشة. إنها تقع على ارتفاع 198 مترا، أي ما يعادل 650 قدما، على جرف شديد الانحدار في شمال إثيوبيا. والوصول للكنيسة في الأعلى يتطلب تسلق الوجه العمودي للجرف الحجري. وعلى الرغم من خطورة موقعها، إلا أنها تحظى باهتمام كبير من الزائرين. يعود تاريخ الكنيسة إلى القرن الخامس، فيما تشير الروايات إلى أن الأب ياماتا اختار موقع الكنيسة لتكون أقرب إلى الأرواح السماوية وفقا لمعتقداته، بينما يدعي آخرون أن موقعها يهدف إلى تجنب الأعداء نظرا لصعوبة الوصول إليها في الأعلى. موقع الكنيسة الخطر، واللوحات الجدارية للسقف، والكتاب المقدس المصنوع من جلد الماعز بالكنيسة جذب المصلين لقرون عديدة. ولدى الكنيسة الإثيوبية حسب ما ذكرت القناة الأمريكية 20 من رجال الدين، وكاهن عجوز يعيش بها منذ 47 عاما. يدعي الكاهن جبرا رافائيل أسرسيها ويقول: أنا الخادم والذي يقوم بالقداس، وأنا الشخص الذي تم تعيينه هنا لاستقبال جميع الضيوف، لذا أنا دائما هنا. سيجيريا، قلعة السماء. هذا ما يطلق على الصخرة العملاقة سيجيريا في سريلانكا، التي تعد أحد أشهر المعالم السياحية في البلاد، ويحمل القصر الموجود في قمة هذه الصخرة الشهيرة أكثر من مسمى. فإلى جانب تسميته بقلعة السماء، عرف أيضا باسم قلعة الأسد، وهو عبارة عن قصر مهجور يقع في منطقة ماتالا، وينجذب إليها كل عام الآلاف من السياح، وذلك لغرابة شكله وتصميمه الطبيعي. صخرة سيجيريا تقع وسط مساحات واسعة من الحدائق والخزانات والهياكل القديمة، يبلغ ارتفاعها 200 متر، وتحتوي على 1400 درجة سلم من الحجارة، ويجب على الزوار صعودها من أجل الوصول إلى القمة التي تشبه القلعة المحصنة. يأتي اسم قلعة الأسد من تمثال الأسد الذي يبلغ من الطول 600 قدم، ويقع في مدخلها. وعلى الجزء العلوي من الصخرة توجد بقايا من المملكة السنهالية، كما يقع على سطحها قصر عظيم مملوء بالأشجار، ويوجد أيضا حول الصخرة بحيرة كبيرة مملوءة بالتماسيح، وهي التي تحمي الصخرة من الأعداء حال وصلوا إليها. كما يوجد للقلعة من الأسفل أرجل تشبه أرجل الأسد. تعتبر صخرة سيجيريا من المقاصد السياحية الشهيرة، وهي مدرجة ضمن قائمة التراث الثقافي في منظمة اليونسكو، ويعود تاريخ إنشائها إلى 1500 عام، وذلك عن طريق الملك كاشيبا الذي صممها ليختبئ فيها بعد أن قتل والده، حيث اتخذها حصنا منيعا يبعد الناس عن الوصول إليه. كما أن مدينة سيجيريا هي مدينة تاريخية قديمة تقع على بعد نحو 170 كيلومترا من كولومبو عاصمة سريلانكا شمال شرق البلاد، وتعتبر من أهم المواقع الأثرية في العالم، وقد صنفت عام 1982 على أنها أحد مواقع التراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أو اليونسكو. واللافت هو أن خيانة الملك كاشيبا، وهو ملك سريلانكا في الفترة من 473 وحتى 495، كانت سبباً في وجود هذا الأثر التاريخي، فهو صاحب تلك القلعة أعلى صخرة سيجيريا التي بناها خوفاً من انتقام أخيه بعد استيلائه على العرش وقتل أبيه الملك داتو سينا. اشتهر الملك كاشيبا بحبه للسلطة وجمع الأموال، ولكن نهايته لم تكن أبداً كما أعد لها. فهناك أعلى تلك الصخرة وداخل قلعته الخاصة
قرر الانتحار قتلا بالسيف بعد هزيمته أمام أخيه موجولانا الذي أصبح فيما بعد الملك موجولانا الأول. كان كاشيبا الابن الأكبر للملك داتوسينا، إلا أنه لم يكن الوريث الشرعي للعرش، وذلك لأن أمه لم تكن من أصول أرستقراطية أو ملكية، وذلك على عكس أخيه موجولانا الذي كان يتمتع بهذه الميزة، ما أهله لأن يصبح وريثا للعرش خلفا لوالده. وظل كاشيبا لفترة طويلة يخطط للحصول على الحكم من خلال استرضاء والده لاتخاذ هذا القرار، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل، فقرر الإطاحة بوالده من الحكم، وساعده على ذلك ميجارا أحد رجال البلاط الملكي، والذي كان يكره الملك كرها كبيرا أيضا، ومن هنا بدأ التخطيط للانقلاب على الملك. عش النمر المقدس. دير بارو تاكتسانغ في الوادي الصخري ذي الممرات الجبلية أيقونة ثقافية لدولة بوتان، تصميمه المميز وكونه أحد الأماكن المقدسة المنعزلة جعل منه محل جذب سياحي شهير. دير بارو تاكتسانغ هو منتزه أثري للبوذيين يشهد على ثقافة الشعب البوتاني في منطقة جبال الهيمالايا الشامخة. تم بناؤه في القرن السابع عشر يضفي الحماية على الكهوف التي مارس في إحداها الزعيم البوذي التأمل بداخله في ذلك الوقت. أصبح من بعدها محل اهتمام وواحدا من أشهر المعالم والوجهات الرائعة لعمل نزهات سياحية ومكانا لعمل جولات معرفية بتاريخ هذا البلد. تتضح فيه أيضا مظاهر التصميم المعماري الفاخر الداخلي والخارجي أيضا. توجد أساطير هندية خيالية قديمة حول دير بارو تاكتسانغ المقدس، والذي يسمى أيضا في معناه الحرفي عش النمر أو تاكتسانغ بالفوج، وتحكي عن جورو ريمبوشي الذي ذهب وتأمل أحد النمور وقام بترويضه، وأخرى تروي عن زوجته ياشي التي كانت تلميذته وتحولت لنمرة ونقلته على ظهرها إلى هناك، ومن وقتها أصبح مكانا مقدسا تقام فيه الاحتفالات ومهرجانات شعبية كل سنة، حيث يعد أبرز مبنى في المدينة السياحية بارو ورمزا ثقافيا بوذيا شهيرا. يقال أن جورو بادها سامبهافا ذهب للتأمل فترة 4 أشهر في كهف تاكتسانغ سينغ سامبدوب بالقرن الثامن، وأصبح أحد أهم كهوف تاكتسانغ البالغ عددها 13 ومحل التأمل مع طلابه. يعتبر هو من قام بنشر البوذية في مملكة بوتان، كما أن جيالي ستينزن رابغي الزعيم البوتاني هو من أسسه كدير بدلا من كونه كهفا لحماية كهوف المنطقة خلال انطلاقته في زيارة إلى هناك. بعدها تعرض عش النمر للحرق بشكل كامل عام 1998، وتمت إعادته لهيئته الأصلية عام 2005. يحتوي الدير على 4 معابد رئيسية بالإضافة إلى وحدات وملاجئ سكنية تم تصميمها للتكيف مع الطبيعة الصخرية والانحدار وتضاريس هذه المنطقة الوعرة، كما أنه يتشبث بالجانب الجبلي بصورة غير مستقرة مثل الوزغة، ويتم الولوج لدير بارو تاكتسانغ من خلال ممر ضيق هو المدخل له. يظهر دير بارو تاكتسانغ من الداخل بمظهر أنيق حيث تم نحت عناصره من الصخر، وفي قاعة الألف بوذا إضاءة تضفي بريقا وامضا على أصنام ذهبية بقاعة ذات قبة مطلية بالذهب. كذلك يوجد تمثال كبير للنمر يقبع بالمكان وفقا للأسطورة التي تحترم النمر وتعتبره رمزا لهذا الدير الذي يضم 8 مغاور، بالإضافة إلى 5 أنواع لتماثيل بوذية وضعت على عروش ثابتة، وبالفناء ما يسمى بالخادوم عند الجدران الجانبية على 4 جوانب مع حراس للبوابات، الجميع دورهم قمع الشياطين التي يتم تصويرها في هذا المشهد تجلس على عدة عروش حسب هذا المعتقد. أعزائي متابعي قناة هل تعلم، إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.